انا يا سيد نزار يعني بحب ارفع انظار الناس، رغم ان اقول اسباب الالم حريه غير مسؤوله وتلوث البيئه، ولو هنحط اسباب كتير نحط، لكن بقول اوعى تنسوا سلطان الله. سلطان سيادة الله. الله مش بيفاجأ بالحدث، الله مش مجرد متفرج على العالم. على رأي جون ستوت حط تشبيه جميل في كتاب من كتبه، قال ما معنى ما تتصوروش الله زي اللي قاعد على كرسي البحر، فقاعد مدد رجليه مجرد بيتفرج، أو شغل العالم وسابه وقاعد يتفرج عليه، هو خارج أبدا. ده كل شيء، عشان كده بنقول ضابط الكل، ضابط وبه الكل، يقوم الكل. يعني متماسك مترابط. حصلت حادثة والبنت ماتت، والخطأ خطأ بشري، سواق مجنون، مفيش قوانين مرور افترض، لكن كل ده في النهاية خاضع إلى سلطان الله وإلى حكمة الله. تمام ولا لا؟ لا 100%. فأنا بطلع بعض الجوانب. أوريجانوس قال جملة برضو أنا بحبها جدا، قال نطوب أنفسنا لأن إلهنا فنان عظيم يستطيع أن يحول الأزمات إلى بركات. هو فنان، فنان بيطلع من الأزمة وكل شيء خاضع.